الآن لما نبي ننتخب رئيس لابد نحط شروط ليست إقصاء، لكن لأن هذا يمثل الدولة الليبية لابد أن يكون أعلى معيار كيذهب ل 24. لما نقول أنا ما عنداش جنسية ولا يفكر حتى في جنسية ولا ضناه ولا زوجته حفاظا على السيادة اللي احنا الآن نعانوا منها، نقول سيادة ليبيا منتهكة. لما نسأل قاسم يمين في دولة أخرى وقاسم على دستور آخر، هل هذا ينفع أن يكون رئيس ليبيا؟ لا. لما زوجته من غير ليبيا، العواطف لا يمكن نمنحها، العواطف الموجودة قد يكون عندها انتماء آخر، ليس إقصان، هذا إقصان لمنصب معين لابد أن يكون على معايير. زي عندنا في الجانب العسكري اللي يشبح 3 من 10 لا يمكن يقبل في العسكرية، اللي صبعه مقطوع لا يمكن يقبل في العسكرية لأن في شروط معينة، اللي عمره 80 سنة لا يمكن يقبل في العسكرية.